طيب يعني يا دكتور بصي، عايزه اسال حضرتك سؤال دلوقتي، حطي نفسك مكاننا. يعني احنا فكره كل سنه في ترند جديد للكنافه والمش عارفه ايه ولا الكلام ده كله، ايه الكميات المناسبه من الحاجات دي برضو؟ دي مهمه جدا. مفيش لا هو بيختلف يعني، ما انا ما اقدرش اقول لك ما احنا هندوق، بس انا هي بتبتدي بهدوء دي. يعني صدقيني والله يا دكتور بتبتدي بهدوء. بهدوء فعلا. نفسي خلصت الصينيه وبدوء. أيوة. لسه. وفي ناس بتدوق تبص لقاها ايه ده يعني كملت ليه؟ لان بيختلف حسب حاله الشخص، يعني مثلا في حد انا ممكن اقول له انت ممكن تدوق، ليه؟ لان انا عارفه كويس قوي انه مش داخل في مشاكل في كميه الانسولين. تمام؟ مش داخل، مش معرض انه يخش في سكر، ما عندوش مقاومه انسولين، فده ممكن يدوق. انما في حد اللي هو عنده مشكله مع كميه الانسولين وانس داء مش هيقدر يوقف. صحيح. فدي بتختلف. وبعدين بس بيختلف انت عاوزه تخسي ولا عاوزه وزنك يثبت ولا عاوزه تتخني. فدي لان مجرد ما بندوق احنا بنفقد السيطره. احنا اكيد بنتكلم على عايز يخس في الحاله دي يعني. يعني لو دوقنا حته صغيره مثلا، الحته انت لو تاخدي بالك ان احنا بعد 4 أطماط احنا ما بنحسش بطعم الاكل. ليه؟ لان بيحصل تشبع لخلايا التذوق اللي على اللسان، بس احنا متعودين لازم نخلص اللي قدامنا. فلو انا خدت بالي ان انا اكلت ببطء وخدت معلقه والتانيه والتالته، بعد كده انا ما بحسش بالطعم. انا بخلص اللي قدامي. صحيح. فدي بتبقى مهمه قوي.